شوف النتيجة الساحرة، النتيجة الرائعة. تفكروا الصراحة إنه يعني بنتها أو 20 سنة لورا. فهالفرق ما بين الشكل هون والشكل هون. طبعاً سوينا شد الوجه، شد الرقبة وتجميل الأنف. طبعاً شد الوجه شايفينه هذا تضمن مو بس شد الوجه، شد تضمن أول شيء شفط الدهون اللي قام بيها زميلي جراح التجميل، وأنا بعدين قمت بعملية شد الجلد وشد العضلات. فكان في تعاون بالعملية هي ما بين شفط الدهون وشد الجلد وشد العضلات. طبعاً الفرق الكبير صار ما بين هون والرقبة، التحسن الساحر، التحسن الصراحة السحري، التحسن الكبير اللي صار، الكونتور هون، التحديد اللي صار بالمنطقة هي، الفرق الفظيع، الخط هذا، الخط هذا كله اختفى، الرقبة، التحسن الرائع هذا. فهذا هي أهمية احنا طريقة الشد العضلات اللي بنساويها، اللي هي أحدث طريقة بالعالم. شد العضلات العميقة والوصول تحت العضلات إلى منطقة الخط هذا الميزونيبيال لاين، خط المنطقة هي، لما زاوية التم إلى الذقن. فمن تحت العضلات نوصل، من أمام الأذن نمشي تحت العضلات حتى نوصل للمنطقة لعند الأنف، لعند زاوية الفم، لعند الذقن، كله تحت العضلات مو تحت الجلد. فهذا بيعطي نتيجة رائعة. هي طريقة، أحدث طريقة بالعالم، بيسووها عدد محدود من الجراحين بالعالم، تحتاج خبرات كتير خاصة وخبرات يعني دقيقة جدا. فالعملية كانت تحت تخدير الموضعي مع المهندئ. العملية حوالي 3 ساعات وبالعادة 24 ساعة بالمستشفى بس. طبعا سوينا الأنف بنفس الوقت، الأنف كمان أعطى منظر جمالي ومنظر شبابي. فكانت مجموعة إجراءات بنفس الوقت أعطت هالنتيجة الرائعة، هالنتيجة المذهلة. فالشاب بزغي معكم، مركزنا في لندن هاردي ستريت دبي شارع الشركة.